في القديم القديم من الزمان، كان هناك ولد صغير جداً في حجم عقلة الإصبع. كان يعيش مع أبيه الذي كان يحبه ويلاعبه. لا تخافوا، إن عقلة الإصبع سريع البديهة ودائما يتصرف بحكمة. وفي أحد الأيام، وبينما كان عقلة الإصبع يجلس وحيدا في المنزل ينتظر عودة أبيه من العمل، سمع أصواتا غريبة بالخارج، فذهب ناحية النافذة وصعد على سلم صغير، فرأى رجلين تبدو عليهما علامات الشر يتهامسان داخل حديقة المنزل، فلم يدري ماذا يفعل. وبدأ الرجلان يأخذان الأشياء التي بالمنزل. أدرك عقلة الإصبع أنهما لصان، ففكر بسرعة واتجه إلى كيس الدقيق، ثم ثقبه ثقبا صغيرا واختبأ بسرعة. وغادرا المنزل مسرعين خوفا من أن يراهما أحد. عاد الأب ففوجئ بسرقة البيت، فخاف على عقلة الإصبع وأخذ ينادي عليه: يا عقلة الإصبع، أين أنت يا بني؟ فجاء إليه عقلة الإصبع وأخبره بما حدث. لماذا ثقبت كيس الدقيق؟ فأجاب عقلة الإصبع: حتى ينساب الدقيق من الثقب، فتتبع الشرطة آثار اللصين وتقبض عليهما. وبالفعل استطاعت الشرطة أن تتبع آثار اللصين وتقبض عليهما بسبب ذكاء عقلة الإصبع وحسن تصرفه.